الوغ انا نعطيكم واحد الحليوه حتى هي كتلبوها ليا الناس هي واخا قديمه شويه لكن هذه كتجي لذيذه بزاف والناس ما كيعرفوش كيفاش بزاف ما كيعرفوش كتسمى لو كاري فلونتا كتجي في البلاطو بريستيج الوغ هذا الكاري فلونتا غنحتاجو لواحد القات سكري اللي فيها 250 غرام ديال الطحين 150 غرام ديال الزبده 80 غرام ديال السكر كلاطي ملح وبيضة كنخدمو الزبدة والطحين والسكر كلاطي والملح وعاد كنزيدو عليها هذيك البيضة ونحاولو نقسمو هاد لاباط بالبودرة الفاني كنشدو هذيك لاباط كنديروها في ميكا وكنخلوها ترتاح ملي كترتاح لنا هاد العجينة كنحاولو كنطرحوها رقيقة ما يكونش السمك ديالها غليظ يعني بحال كنطرحو فشي صابلي كنطرحوها رقيقة وكنقطعوها كناخدو كاينين دي كادغ اللي كيتباعو مربعين أو مستطيلين وكنحاولو كنقطعوها على قد هداك الكادغ يعني العجينة كتبقى لنا الوسط وكنحطو عليها لو كادغ كنحيدو داكشي اللي بقى في الجناب كنثقبوها مزيان بإن فورشيط ولا بواحد لو بيت فيت اللي كيتباع أو بالفورشيطة كنثقبوها مزيان وكندخلوها الطيب والطيبة غير كتشد فراسها كنخرجوها الوغ غنوجدو واحد لاباغي انوكا اللي غنحطو فوق من هاد لاطارت ديالنا ولا لاطارت ديالنا فيها 135 غرام ديال التنيدة 50 غرام كاتي لكن ديما كنقول من النوع الجيد حيت هو اللي كيخدم المذاق 75 غرام ديال الزبدة 30 غرام ديال القشطة 30 غرام ديال الماء و 150 غرام ديال اللوز إيشيلي ما محمرش كنطيبو هذاك السكر والعسل ديالنا حتى كيولي كراميل حتى كيعطينا اللون ديال الكراميل وكيولي بحال الكراميل من بعد كنديروه في واحد الجبانه باش ما نخليوش هذيك الكاسرونه باش كيستطي الكريسون ديالو الطياب ديالو ملي كنديرو فهاديك الجبانه كنزيدو عليه الزبده القشده الطريه اللي كتكون ديجا دفيناها واحد شويه باش ما كتورناش وكنزيدو داك اللوز ديالنا اللوز ايفيلي كنحركوهم مزيان وكنطرحوهم فوق هذيك لاباط اللي طيبنا من قبل بان سباتول وديما وسط الكادر علاش كنديرو الكادر اثناء باش ما كتضيعش لينا هذيك لاباغي اللي عندنا ما كتضيعش صحيح كتبقى شاده بلاصتها وكندخلوها للفران كنخلوها حتى كتحمر من كنخرجوها كنحيدو لو كادغ ديالنا وكنحاولو نقطعوها مربعات او مستطيلات على حسب الذوق بان كوتو اللي فيه يعني مشنف منشار يكون مزيان او مصمادي وكنقطعوها مربعات وكنقدموها بصحة وراحة وكتجي هائلة في الكاطو بريستيج. اييه واخا وهذه سهلة وكتباع بثمن هاي طيبة في الدار يعطيك الصحة كتصدق تبارك الله عليك الشيف هند الله يبارك فيك حبيبه باقي ندير لكم شي اقتراح واخا دفينا اكثر غنعطيكم لي بومب دامور اللي هما معروفين وهذه الطريقه كتجي هي غزاله وناجحه 100% غنحتاجوا نفس العجينه اللي درنا في هذا لو كاري فلونتان يعني لو بيسكوي نفس المقادير 150 غرام زبده 250 غرام طحين 80 غرام سكر كلاطي بيضه وقبضه الملح والبودره الفاني غنخدموها بنفس الطريقه كيف خدمنا لو كاري فلونتان ونخلوها ترتاح في الثلاجه غنوضو غنوجدو لاباغي ديالنا اللي غنحتاجو ليها 180 غرام ديال التنيده 140 غرام ديال بودره اللوز 180 غرام ديال ابيض البيض 80 غرام ديال الطحين 180 غرام ديال الزبده اللي غندوبوها نوازات يعني حتى يتبدل اللون ديالها يولي كراميل وكيعطينا الريحه ديال النوازات الو غنخلطوا السنيده مع بودره اللوز مع الطحين يعني النواشف كلهم وغنزيدوا عليهم هذاك ابيض البيض وحنا كنحركوا بواحد الفوي ما نقصوش واحد قبيطه الملح من بعد منين غنخلطوا هادشي مزيان مع بيض البيض اللي ما طالعش بيض البيض عادي ملي غنخلطوه بلو فوي غنزيدوا عليه ديك الزبده اللي ذوبنا نوازات ولا بدات تكون الزبده ذايبه نوازات هي اللي كتعطي المذاق كنخلو هاد لاباري ترتاح بلا ما وجدنا ليمول جامه واخا لو غنشدو واحد ليمول اللي هما ماشي بحال ديال لي طارت وماشي بحال لي كيش كيكونوا عاليين السمك ديالهم عالي كنطرحوا العجينه مزيان وكنقطعوا كنشدوا داك لومول كنحاولوا نقطعوا دائره باش كتجينا الوسط لومول
وكنقطعوا دي بوند اللي كيكون الطول او السمك ديالهم قدو قد لي مول، يعني كنقطعوا دي بوند وكنحاولوا ندخلوهم نلبسوهم من داخل المول، وحنا كنلصقوا لاطات الفوقانيه مع لاطات التحتانيه اللي عندنا لو ديبك الاول اللي حطينا. فهمتي انا؟ اي مفهوم. الوغ ملي نلصقوا هذوك لي دو بات كتولي عندنا بحال المول كله ملبس من الفوق ومن تحت بلاطات ديالنا، كنعمروا النص ديال هاد المول بهاد لاباغي اللي صوبنا ديال لي بومب دامور، وفي الداخل كنزيدو نكملوا هذاك الحشو اللي بقالنا يعني العمارة اللي بقاتنا ديال الكريم داما كنعمروها من الفوق ديال لاباغي ديالنا، نحاولوا ما نطلعوش للفوق حيت هي باقا كتنفخ، وكندخلهم للفران لدرجه حراره 180 درجه حتى كيتحمروا لنا وكيتنفخوا، وهذوك كتجي بحال اون بومب، علاش هي سميتها اون بومب؟ كتشقق من الفوق وهذيك لافورس ديالنا كتخرج. اييه يعني كتبان داكشي علاش كتسمى كيولي بحال شي فولكون بحال شي بركان، وكنا نرشوهم بالسكر ناج وكنقدموهم بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه وكيجيو ولداد، وكيف قلتي لنا كيجيو ولداد كنديروهم اما بالعقده ديال اللوز، ممكن نديرو فيهم اللوز او بالكريم الحامض او بعقده اللوز بالقشور ديالها حتى هي كتجي هائله، او نقدو نديرو غير اون كاناش او اي حاجه الكونفيتور، المهم هي كتجي زوينه كيف نقدروا نديروهم على لسان صغورين دي ميني ونقدموهم مع هاد لو بيسكو اللي عطينا في الاول ديال البريستيج اللي كنريسمونطا، كنديروهم دي ميني وكنقدموهم في لي بلاط، كيجيو زوينين بالصحه والراحه. تبارك الله عليك، الله يعطيك الصحة شيف هندي ساوي، شكرا لك بزاف، أسبوع مميز معك وبالاقتراحات اللي قدمتي لنا، تبارك الله عليك، تحياتنا لك وصباحك مبروك، وسلامي للاختصاصية في الطبخ والحلويات الحاجة توريا الدقاقي الأم ديالك، وشكرا لك بزاف شيف هندي ساوي على كل هاد الشيوات والاقتراحات.